ما ودك تدخل جوا ما يجوز على الباب ما يصير الباب لا لا, لا, لا ابو شاب والله انا جاي لك هيك يعني على السريع شغله على السريع انا جاي اسالك على ناس يلا منطقتنا اي جواريكم هم بيت ابو سلام بيت ابو سلام اي وين 20 سنه يمنا ومجمع يعرفهم شو فيهم جاي اسالك على بيتهم اريد اخطبها يا الله راح تخطب يا الله يا الله شايف الف خير ان شاء الله شايف الف خير هم ناس زينين ناس زينين يعني هو عنده بنات اثنين يمكن وحده كبيره كلش ووحدة تخرجت العام للكلية. ها هي هاي. هي هاي تطبع إيه شايف على الخير. شلونها يعني البنية؟ هي بنية زينة يعني زينة خوش بنية خوش ما شفنا عليها شيء. بس هي كانت. عندها علاقة؟ لا كانت مخطوبة. ها زين. مخطوبة وفسخت. زين زين يعني بالحلال. الحلال بالحرام يا أخوي وحدة وكانت مخطوبة يعني تجربة يعني أنت تقبلها على روحك يعني؟ ليش هي مسوية مكسورة مثلاً؟ لا مو مكسورة بس يعني اكو ناس ما تفضل يا سلام واحد ناس ما فضل اتزوج وحدة كانت مخطوبة قبل يعني يعني عندها تجربة سابقة قبلي واحد قاعد وياها مسولف وياها تليفون ذابه قدام الحجاب يعني خلاص قاعد ذكر الحجاب هي ترى حجابها مو مضبوط من هسه اقول لك اي يعني مو مثل حجاب البنات يعني هاي نعرفها هسه ماكو لا يعني حجاب هيك بس ذابته ذئب هيك يعني بحد قد لا تطالع هذا حجاب اللي على مود الوضع لابسته يعني مو عن قناعة زين زين يعني واخلاقها شلون لا اخلاقها زينة اخلاقها زينة يعني نحلف براسهم والله للعالم يعني ما سمعنا عنها شيء ولا شفنا عليها شيء بس ايش لك بالاخلاق جديده هاي جديده شلون شيء اللي بالاخلاق يعني ايش تقصد اخوي انت عايش ببلد المظهر بيه اهم من الاخلاق هسه انت مثلا مظهرك يعني اذا ما جاي على مرامي شيء له علاقه باخلاقك اروح ادور اخلاق خلاص بعد لغيتك لكن اذا شكلك جاي على مرامي اخلاقك شيء له علاقه بها يعني خليها لك حبيبي تحكي صدق هو اهم شيء الاخلاق والسلوك والعشره يعني يعني هاي كلها شغلات مهمه العشره هاي على ذكر العشره اختها الكبيره مطلقه شلون اختها الكبيره مطلقه هاي قلت لك عليها مساء يعني عادي شنو بيها يعني هو راح اتزوجها لا راح اتزوج اختها يعني او انت من زول هذا اللي بنقول له شغله على هالبنيه راح اتزوجها لو اتزوج اهلها اي حبه اي اي إيه. انت بهذا البلد تتزوج اهلها بهذا البلد مسؤول عن اهلها تتزوج اهلها تتزوج خواتها تتزوج خالاتها تتزوج امها تتزوج ابوها تتزوج تتزوج ابوها اي تتزوج ابوها اي طبعا لان اذا بيهم شيء انت تتعير بيهم اصلا اهلك يعيرونك بيهم وين راح بالك انا يعني انا مو هذا قصدي قصدي انه انا اخوي هم مطلق يعني اخوي رجال اخوك اذا مطلق ما تتعلم منه بس هي بنيه اذا اختها اكبر منها مطلقه تتعلم منها تتعلم هذا حلوه السياقه هي عم تتعلمها ها سياقه على ذكر السياقه هي ترى الظهريات مو ماكو سيارات بالشارع تطلع تتعلم سيارة أبوها يعني وأمها قايلة لأمي إنه هي تشتري سيارة بالأقساط عادي حلو شنو بيها خل سوق سيارة خل تطلع خل شنو بيها عادي زلنا إيش قدك إيش قبرك حتى شعر صدرك طالع من الفانيلة ومرتك تسوق أم دار أي والله أم داني لأن مو صوتك صوتي أنا إجيت أسأل واحد مثلك عنده كل شيء عيب وحرام وما يصير شنو نصحت وياك ها نصحت ها شنو نصحت وياك ها صدق نسيت اقول لك ترى هي اسمها نور وانت اسمك نور بالله ما تقلي منو بيكم راح تبصالة الولاده